مرحبا ببرج الحمل. اليوم رح نشوف الحبيب حاسس بإيه وانت حاسس بإيه والأحوال. بتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتخبروني كيف اجتكم القراءة في التعليقات. رح نبتدي بالحبيب. مبين عندي انه الحبيب هاي الفترة مركز اكتر على نجاحاته، على حياته العملية، وبرغم من هالشي هو بفكر في علاقتكم كتير. انتو الحين كأنكم منفصلين حاليا، وممكن تكونوا كنتوا سولميت ولكن الحين منفصلين، يعني ما تكلمتوا من فترة طويلة مع بعض. هو حاسس انك السولميت او توين فيلين، بفكر حاليا في استرجاع العلاقة مرة اخرى، ومبين عندي كأنه انت اللي قاطع العلاقة، لكن هناك تواصل روحي. بالرغم من هالشي انت مجروح كتير منه، وهو بيحبك، مبين عندي انه بيحبك كتير وبيشوفك حاليا الشخص المناسب ليه. كذلك بفكر انكم ما عطيتوش يعني كل شيء جميل يعني لهالعلاقة، وبفكر انه ما كان لازم يعمل معك الشغلات اللي عملها، وانه ما كانش فاتح قلبه ليك عشان يتفاهم معك. وحاليا هو خايف شوية من ردة الفعل تبعك. الشخص هذا بيسأل عليك الناس، يعني بيسأل كيسول فيك الناس، أو شخص كتعرفوه مع بعض، يعني هو بيتقصى أخباركم لأنه اكتشف أنك الشخص المناسب ليه. هو عم بيفكر في المشكلة اللي كانت بيناتكم، شو صار، بأنه يائس من أنكم ترجعوا للعلاقة اللي كنتوا فيها أو أنكم تتصالحوا مع بعض. بعضكم ممكن يكونوا مرتبطين أو متجوزين، بس هو بيحبك قوي. الشخص ده ما كانش واخد باله انه بيحبك، وفي بيناتكم روابط قوية حتى لو في مسافات بيناتكم، حتى لو منفصلين، لو ما عم تحكوا مع بعض، ولو في نفس البيت، في روابط قوية. هو حالياً عايز يرجع العلاقة بيناتكم ويصلح العلاقة ويتواصل معك، بس هو متردد. وحاليا يعني بشوف على حسب ما هو مبين انه انت حاليا واخد بالك من نفسك ومن شغلك ومن حياتك، عم تحاول ترتبها وتعيد أوراقك من جديد، مركز على كل ما هو عملي. وإذا كنت في علاقة ثلاثية وإنت اللي مرتبط، راح تضلوا في علاقة الروح بيناتكم، حتى لو كان هدفك زواج منه أو إنتوا مرتبطين ومنفصلين أو منفصلين، فلازم تفتح المجال شوي لتتجلى لك الفرص. لازم تفتح المجال تشوف الفرص اللي عم تمر عليك،
وانت عم تفكر في الشي اللي صار، عم تفكر بأحوالك، عم تفكر في هالشخص هاد. لازم تفتح عيونك. كذلك الكات بيقلك لازم تطلق مشاعر التسامح وتعمل شوية خير، لأنك لو سويت الخير رح يرجع لك من جديد. هالكارت هاد بيقول لك خليك إيجابي، خليك إيجابي، لأنه العلاقة هادي تستحق، تستحق منك إنك تسامح وإنك تصالح وإنك تعفو. واضح هنا يا برج الحمل إنك مشغول وبتحاول تحمي نفسك منه، أنت خايف، بس مبين عندي إنه هالشخص طيب، يعني مش شخص سيء. هو حاليا مركز على شغله وعلاقاته، وكمان بيفكر فيك، وشايفك الشخص اللي كان حاسس معاك بأشياء جميلة، ولكن هو مش حيكلمك دلوقتي، هو حيطنش، يعني مش مستعد ومش متأكد من ردة الفعل تبعك، ولكن هو غيستمر بمراقبتك على السوشيال ميديا. هالشخص بيراقبك على السوشيال ميديا، خد بالك انت مراقب. مبين عندي انكم ما شفتوش بعض، يعني زعلانين، بعضكم منفصلين. في طاقات عندي، في طاقات، يعني ما بشوف تواصل. هو حتى على المدى المتوسط يعني ما بشوف يعني في تواصل، يعني حتفضلوا زعلانين بس هناك تواصل روحي بيناتكم، عم شوف تواصل روحي. وانت كذلك يا برج الحمل، مش بشوفك مشغول في انجازاتك، سواء من ناحية انك بدك تحسن مداخيلك، الفلوس، او حتى انك ممكن تكون مرتبط، او انها علاقة ثلاثية. بس انا شايفاك مركز على نجاحاتك المادية، مش على الارتباط بالدرجة الاولى، وتريد انك تكون مستقر ماديا. كذلك شايفاك تعبان جدا، وعندك امل انه العلاقة دي ترجع تاني. يعني هو عنده رغبة في الرجوع، لكن عنده تردد، هو خايف شوي، خايف من ردة فعلك، يعني برغم انه مركز على شغله ومركز على شغلات، بس انت في باله، انت موجود. بشوف انك حاسس بالوحدة لانك بعيد عن هذا الشخص. هو كأنه شخص، هالشخص هاد زعلك كتير، او ممكن يكون رفضك، او عمل تصرف صدمك فيه، او حتى بعد عنك من غير سبب. وانت حاليا عم تفكر تزبط حالك وتزبط حياتك ماديا، وبتفكر كثير في الحل للعلاقة دي. واكتر شيء مبين عندي انه انت عم تركز على حياتك العملية، لأنك حاسس أنه اللي معاك مش كفاية. كذلك عم شوف في ناس هون عم يدعو الله، عم يدعو الله مشان يجمعهم بشخص. هالشخص هاد اللي هم عم يدعو مشانه مركز على السفر، بده يسافر لبلد مشان الشغل، الأشياء المادية، بس ما رح يتوفق في هالسفرية هذه، لأنه عندي ورقة السفر مقلوبة.
هو بيفكر يعني بده يسافر مشان يجمع الفلوس وهاد الشغلات. كذلك عم شوف ناس يعني بتحب أشخاص هم ناقصين ماديا، وهالماديات كذلك عاملالهم مشكلة مخلياهم بعيد على بعضهم. كذلك عم شوف كأنه في أمية بقلب أشخاص، التي لازم أكمل أشوف الأمية هذه راح تتحقق ولا لا. استنوا، في أمية في قلب كون الناس، لازم نشوف حقيقة. هي الأمية كبيرة، الأمية هذه، هذه الأمية اللي جواتكم راح تتحقق، راح تصير، بس لازمها شوية وقت، يعني راح تاخد وقت عشان تتحقق لكم. في عندي ورقة تحقيق الأمنية إجا بعد فترة، يعني راح يكون في فترة زمنية مشان تتحقق الأمنية دي، راح تكون في شوية صعوبات وانفراجات، في تحديات، وراح تكونوا أقوى لأنكم عم تحاولوا تعيدوا حساباتكم، عم تحاولوا تنظموا حياتكم، وهذا الشي راح يزبط معكم. كمان أنا عم شوف في حدا في عندكم معجب، هالمعجب هاد مو أحواله المادية مش منيحة كتير، بس يعني في عنده طموح. في عندك في معجب تاني كمان، في عندكم معجب حالته المادية منيحة وهو وسيم، بس المعجب الأول أوسم من المعجب الثاني، هما الاثنين وسيمين بصراحة. في عندكم معجبين وفي بقلبكم أمنية، والأمنية دي راح تاخد وقت لتتحقق. في عندكم حظ، يعني راح نشوف كروت النصائح شو بتقول. بتقول لكم كروت، أولا لا تقلق على رغباتك. الشخص اللي في بالك بيحبك، ولازم تتماشى مع التغيرات الإيجابية اللي عم تظهر لإلك، وكذلك الورقة الثانية بتقول لك ليست هناك أسباب، يعني ليست هناك أسباب تخليك متألم لهذا الدرجة أو زعلان، فأنت من خلال الصلاة والدعاء راح ترتاح نفسيتك وتتحقق أحلامك. وهون مبين عندي الأبراج اللي مبينة، يعني في طاقات كثيرة، والطاقات الكثيرة في عندي طاقات ترابية بس مو مبينة واضحة. في عندي طاقة مائية، طاقة نارية شوي. في أبراج زهرة، عندي برج الجوزاء وبرج السرطان، في عندي كذلك العذراء تبع الطاقة الترابية والجدي والثور. هدول الطاقات واضحين عندي. في كمان طاقات بس مو واضح عندي بالضبط البرج. في كذلك عقرب والحوت. الحوت هون واضح واضح. ربنا معاكم يا برج الحمل، فلازم تعمل مجهود وتمشي للأمام وتعمل استشفاء. الشيء ضروري كتير تعمل استشفاء، وبأكد لك إنه الحبيب بيحبك كتير بالرغم من إنه يعني مو مبين، بس هو موجود وعم بيراقبك. وبدي إياكم تخبروني عن رأيكم في القراءة، وما تنسوش تعملولي اشتراك
وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم.